آخر محاضرة. مساء الخير. اليوم إن شاء الله وربنا يسهل إن شاء الله تضع استعانة إن شاء الله. الحقيقة استمتعت بالمحاضرة استمتعت جدا بمتابعينا وطبعا يعني عن طريق دكتور تامر صبكي اللي هو استاذي كان برضو التواصل وكان لي دور ان انا اتشرف بهذا الحضور معاكم ان شاء الله. انا استاذ مساعد جراحه عظام وفي شغلنا في جراحه العظام بنشتغل مينلي على الديفورميتيز تمام والفراكتشرز وهدفنا دايما بيبقى ان احنا نمنتين الموبيليتي والاكتيفيتي والفانكشناليتي بتاعه البيشنت بما يساعد ان البيشنت ده يقدر يبقى انفولد في اي نوع من الاكتيفيتي حتى لو كان اللايف اكسبكتنسي بتاعته مش طويله تمام فبنحاول نيمبروف الايه اللايف ستايل عشان نشيل بردن من على الكوميونتي او الاهل اللي هم بيبقوا المين كورنر ستون في المشاكل اللي زي دي. طبعا احنا عارفين اغلب المعلومات عن الدوشان ماسكولار ديستروفي. النقطة اللي احب بس اكد عليها على اساس ان هي ليها علاقة بشغلنا كأورثوبيديك سيرجري او أورثوبيديك سيرجنز هي ان الويكنس ده بيبتدي في وقت بدري قوي اللي هو بيبقى قبل السكيليتال ماتيوريتي وقبل الجروس وبيحصل بروجريشن رابيدلي وبيوصل ان البيشنت ده بيبقى ديسيبلد وكمبليتلي نون امبيلاتوري اراوند ايج اوف 12 13 في الحدود دي. فطبعا ده بيدي تاثير جامد قوي على الاكتيفيتي ليفل بتاع العيان وبتاع على نسبه حدوث الكومبليكيشنز والديسابيلتيز مع العيان. الحاجه الثانيه ان هو بيأثر على الابيليتي تو ستاند اور ووك وجزء من الايركت بوستشر بتاعنا او الابيليتي تو ووك وتو بي موبايل ان ذا كوميونتي بيساعد على مينتيننج نورمال هيلثي سباين. بمعنى ان لما نيجي نبص كده العيانين بيجي لهم سكوليوزز او ديفورمز في السباين او في اذر بارتس of the body في عوامل ميتابوليك في عوامل تعتمد على البون سترينث لكن وجود هذه الديفورمتيز بذات السكوليوزز في حاجه زي الدوشان بيخلينا نبص ان المشاكل وان كانت بوني مش بالضروره يبقى البرايمري كوز في البون لان ممكن يبقى عندي سبب ماسكولر هو المشكله اللي عاملاني بدايه الباثو فيسيولوجي. وعندنا في العيانين اللي عندهم ايديوباثيك سكوليوز اللي هو مفيش سبب معروف البون نفسه بيبقى نورمال مفيش فيه اي كونجنتال انوماليز لكن بيبتدي يحصل سكوليوزز او لاترال كيرفيتشر وبروجريشن مع الوقت. ووجود هذه الديس اوردرز في ماسلز في ديس اوردرز زي الدوشان خلانا نفكر طب ما هو ممكن المشكله ما تبقاش برايمريلي في البون ممكن تبقى المشكله برايمريلي في الماسلز. وطبعا السكوليوزز هو كومن في ال يعني مش رير ات از كومن في الماسكولار ديستروفي وفي تايب مخصوص من السكوليوزز والديفورميتي اوف ذا سباين اسمه نيوروماسكولار سكوليوز. طبعا كون ان اللايف اكسبكتنس بتاعت العيان توصل ل 26 وفي بعض الدول مع الاكسلنت كير بتوصل لل 30s اب تو ليت 30s بيخلينا ايجر ان احنا نعمل proper management للعيين دول early علشان نساعدهم على الايه اللونجر لايف اكسبكتنسي بالذات ان حاجه زي الديفورميتيز بالذات اوف ذا سباين اند اوف ذا تشست وول بتاثر على الريسبيراتوري فانكشن وتاثر على الموربيديتي والمورتاليتي بتاعت العيان. طبعا مش هتكلم في الباثولوجي اعتقد كلنا عارفينه واساتذتنا اتكلموا فيه قبليا. الكومبليكيشنز البوسيبل كومبليكيشنز بالنسبه لنا بتشمل الحاجات الماسكولر اللي هي بتبدا في البروكسيمال ليجز وبعدين البروكسيمال ابر ليمز وانت انفولف اذر بارتس اوف ذا بودي. الديفورمتيز اللي بتحصل نتيجه الماسل شورتنينج والامبالانس في ديفرنت ماسل جروبس اراوند سيرتن جوينتس ودي تعمل لي كريبلينج او ديسابلينج بوزيشن للليم بيخلي العيان مش قادر يمشي في بوزيشن كويس او حتى لو قاعد على ويل شير مش عارف يبقى بروبرلي بوزيشن في الويل شير بتاعه يؤدي الى بعد كده ان حدوث بريشر سورز وانفكشنز وكومبليكيشنز ممكن تحتاج سيرجيكال انترفنشن ذا فورم اوف سكين فلابس وحاجات زي كده ممكن يبقى العيان في غنى عنها لو احنا عملنا بروبر بوزيشننج للليم دهوت عشان ما يحصلش البريشر سورز ده. طبعا دي السكوليوزز اللي هو السكوليوز يعني ايه يعني لاترال كيرفيتشر اوف ذا سباين او لاترال ديفيشن اوف ذا سباين وده غالبا بيبقى حاجه ستراكشرال يعني ستراكشر مش حاجه بوستشرال او بوزيشنال بتتحسن بالوضع وهنتكلم كمان شويه على الكلام ده. نفس القصه في الابر ليمز تمام وطبعا في افكتس على اذر تايبس اوف ماسلز زي الكارديك ماسل ودي بتحصل ليتر ان لايف وبتعمل ايه دايليتد كارديو مابسي غالبا.
التريتمنتس غالبا احنا عارفين ان مفيش تريتمنت كيور فور دوشان، لكن الميديكيشنز بنحاول بيها نديلي البروجريشن اوف ذا ديزيز، نخلي العيان ده هو اكتف تو ذا لاست تايم ان هيز لايف. الاوستيوبروز عامل مهم جدا. الاوستيوبروزس من اللاك اوف ماسل اكشن او ماسل بول، واحنا عارفين ان اي حد عنده اوستيوبروزس بنقول له ايه، خد ميديكيشنز وتعرض للشمس ولازم حركه، لازم اكتيفيتي، لان المسل بول على البونز بيزود البون سترينث، بيزود الديبوزيشن بتاع الكالسيوم، بيزود البون دايامتر. تمام. العظام عندنا بتطول لونجيتودينالي عن طريق الفايزيال بليت، وبتطول بتكبر في الدايامتر عن طريق المسل بول باور. فلو عندي ماسلز ويك ومش اكتيف يبقى انا عندي كده ايه، ويك بونز، فراجايل بونز، ايزيلي بروكابل او فيها فراجيلتي ريسك عاليه. لو عندي كمان الطفل او اليانج او الادوليسنت قاعد في بيته ما بيتحركش ما بيخرجش، انذر فاكتور فور اوستيوماليشيا. طبعا في السن الصغير هيبقى اسمها ريكتس، بعد الماتيوريتي هيبقى اسمها اوستيوماليشيا، ويك ماسلز فيرذر ويكنس الماسلز فيرذر ويكنس للبونز، بوسيبيليتي اوف فراكشرز اند فولز اند الفيشس سيركل بتاعتنا. السيرجيكال انترفنشنز غالبا بتبقى عشان نكوريكت ديفورمتيز في الليمز، سواء كانت انكل which is most common، ساعات الهيبس والنيز less commonly، في البلفيس ساعات بيبقى عندهم العين دول حاجه اسمها paralytic pelvic obliquity او السباينال ديفورمتي او السكوليوزز، او برضه في بعض الاحيان في الابر ليمز. زي ما قلنا النقط اللي قلنا عليها في الاول اللي هي اهم نقط بتهمني انا كاورثوبيديك سيرجنز اللي بتلفت نظري للمرض دهوت، ان انا ايه ليه محتاج ان انا اتعامل معاه وازاي اتعامل معاه. ما ننساش ان الريسبيريشن ممكن يبقى هو كمان افكتد بالايه الاكتيفيتي وبالسباينال ديفورمتي. المشكله العام بتاع السكوليوزز لما بيحصل له ديفورمتي في التشست ان هو غالبا لما بيتشخص ما بنشوفش السباين معوجه، احنا بنشوف الريب كيج. وكتير من الاهالي سواء اذا كان في باراليتيك او نيوروماسكولار سكوليوزز او ايديوباثيك سكوليوزز بيجوا عشان يقول لك احنا شايفين ظهره وفقراته معوجه. لا، هو مش شايفين فقراته معوجه، هو الريب كيج من الديفورمتي هو اللي بيبقى بارز على ناحيه والناحيه الثانيه مش بارز عليها. بالمناسبه كلمه سكوليوزز او اللي هي الاعوجاج العمود الفقري هي 3 دايمنشنال ديفورمتي. يعني ايه؟ يعني هي في الايه، في الفرونتال او كورونال بلين خلاص ديفيجن تو وان سايد، وفي الاكزيال بلين يعني فيها اليمنت اوف روتيشن، يعني الفقره بتبقى روتيتد، وده اللي بيخلي لي الايه الثوراسيس كلوز يعمل لي ريب كيج ديفورمتي. لو ما كانش فيها روتيشن ما كانش هيبقى فيها ريب كيج ديفورمتي. طبعا بعض الحاجات الثانيه اللي ممكن تحصل لي الفريكوينت فولز، ودي بتزود الفراكشر ريسك والنيد فور سيرجيكال انترفنشن على حسب الستيج اللي فيها العيان. اللامبر هايبر لوردوزز تمام خلاص، ودي بتبقى يا اما سبب يا اما نتيجه من الشورتنينج للهيب فلكسرز، مش معروف بالظبط المين باثولوجي بتاعها، لكن بيبقى دول اسوشيتد مع بعض. ممكن ساعات العيان ده لو لسه امبيولاتوري يجي باك بين من الهايبر لوردوزز او بالستيفنس فيه الموشن او اوكورد باترن اوف جيت. طبعا الكونتراكشرز اللي هي بتبقى موست كومنلي في الايه بيلو ذا ني، في الكالف ماسلز وفي الانكل اراوند ذا انكل جوينت اند ذا فوت. طبعا بالنسبه للويكنس احنا ما عندناش حل للويكنس كسيرجيكال تريتمنت، ما عندناش حل. في بعض الاحيان في ديزيز اذر ذان دوشان ممكن نفكر ان احنا ايه، لو عندنا ماسل لانسنت فيها اوفر لانسنينج وده سبب الويكنس، نعمل شورتنج للمسل. لكن هنا اغلب المسلز اوريدي بتبقى ايه ويك وشورتند، فايه اللانسنينج مش هيفيدها، فنو رول فور سيرجري في ايه الويكنس. ودي طبعا مثال للبوزيتيف جاور ساين اللي هي بتبقى في الايه في التشيلدرن في بدايه الدياجنوز بتاعه. مين اللي بيبقى العلاج في الحاجات دهيت؟ فيزيكال ريهابيليتيشن وميديكال تريتمنت علشان اديلي البروجريشن او سلو داون البروجريشن، وميديكيشنز للاوستيوبروزز عشان اجارد اجينست الفراكشرز الفراجيلتي فراكشرز سواء كانت في السباين او في الايه في الاكستريميتيز. سكولوز زي ما قلنا هو lateral division of the spine، usually the highest point of curvature اللي هي بنسميها الابيكس اوف ذا كيرف، بيبقى الفيرتبرا فيها ماكسيمالي روتيتد، فيها روتيشن جامد جدا، يعني صعب ان انا اشوف الفقره معدوله قدامي واشوف البيديكلز والسباينس بروسس زي ما هنشوف دلوقتي. وكتير قوي بيبقى كمان العيان بيبقى عنده pelvic obliquity، ولو كمان العيان ده كان عنده قبل كده previous fractures في لين باكتر من الثاني ولحموا او حصل لهم healing في shortening position وكان العيان ده لسه ambulatory، هلاقي ان السكوليوتيك كيرف كده بقى ايه، ما هواش بقى بسبب المسل
ويكنس او بسبب القعده، لا هو بسبب ان العيان ده بقى ماشي والبلبس بتاعه اوبليك او معوج، لان في رجل اقل من اطول او اقصر من الناحيه الثانيه، وعامل لي حاجه اسمها لين بلانس ديسكريبنسي، وده اللي ايه عندي عامل لي البلبس اوبليك او مايل، وبالتالي عامل لي سكندري او كومبنساتوري سباينال سكوليوز. بالمناسبه يعني معلومه كده برضو، لما انا مثلا يجي لي وجع في ظهري اوكي وابقى ماشي عامل كده، ده مش سكوليوز، ده بنسميه ليست ماشي. ممكن لو عندي سياتيكا او وجع في رجلي اللي هو راديكولار بين، ممكن اقول سياتيك ليست، بيبقى غالبا ريفرسبل، وده بيجي نتيجه ان في مصل سبازم على ناحيه اكتر من السبازم على الناحيه الثانيه. تمام. اسباب السكوليوز ايه ان جنرال؟ يا اما ايديوباثيك، وده الموست كومن تايب، اللي هو ما عندناش مشكله في المسلز ولا النيرفز ولا البونز، وبيحصل غالبا في الاطفال في الفيميلز في اليانج جيرلز، وطبعا بيتقسم على حسب الايه، يا اما انفانتايل او جوفينايل او ادوليسنت، بس الريسنت دلوقتي ان هو بيتقسم ايرلي اونست في اليانج ايج وليت اونست سكوليوز. بوستشرال اللي هو واحد عنده العضلات تعبانه، بس لو قلت له في ظهرك اعدل ظهرك تمام، اظبط نفسك قدام المرايه هتلاقي ايه واقف عادي، او عنده لين بلانس ديسكريبنسي ده بيبقى سكندري، فلو قعد على كرسي هتلاقي السكوليوز ده اتعدل تمام، يبقى ده اسمه ايه بوستشرال او سكندري اوكي. ولو وطل قدام هتلاقي الريب كيج بالديفورمتي، لو هو كان فيه سنه عوجه خفيفه هتلاقيه ايه اتعدل. كونجنيتال ده لو في عندي مشكله كونجنيتال في الريب كيج، يعني في فيوز دريبز على ناحيه فالجروس على ناحيه اطول من الناحيه الثانيه، او في البرتبري نفسها كونجنيتال انوميز اوف ذا برتبرال بوديز نفسهم او النيورال ارشز تمام، كل ده يعمل لي ايه كونجنيتال سكوليوز. نيوروماسكولر اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، طبعا قلنا ان ممكن في بعض الاحيان يبقى البوستشرال سكوليوز ده جاي لي في عيان دوشان عشان عنده، او اي عيان عنده ريبيتد فراكتشرز، وايه بالذات لو على ناحيه واحده من التو ليمز وعامل شورتنج في ناحيه اطول من سوري يعني ناحيه اطول من الثانيه. ده النوع بتاعنا اللي بنتكلم عليه دلوقتي نيوروماسكولر اللي هو المينيو ماسكولر ديستروفيز بانواعها. لو في طبعا في نتيجه النيوروفايبروماتوز لو مأثره على السباينال كانال طلع من الايه من روتس اوف ذا سباينال نيرفز، او بوست تروماتيك حد جاله كسر قبل كده اهوت وكان ايه في الكسر ده اسيمتريكال يعني على ناحيه اكتر من الثانيه ويدج للسباين، يعمل لي بعد كده مع الجروس بالذات لو كان سنه صغير يعمل لي سكولياتيك ديفورمتي. مشكله السكوليوز ايه؟ ان هي غالبا بتبروجريس، والريسك اوف بروجريشن بيبقى امتى؟ لو كان العيان ده هو سكيليتال ايماتيور تمام، لو كان العيان ده في حالات الدوشان نوت تيكينج ستيرويدز، وهنا بتيجي النقطه ان ايه ازاي اذا كانت الستيرويدز هتعمل اوستيوبوروزس، واحنا قلنا العظم هيضعف فالعظم هيديفورم. قال لك لا، ان واضح ان الايفكت بتاعت الستيرويدز على البروجريشن اوف ماسل ويكنس اكتر من الايفكت بتاعتها على الايه الاوستيوبروز. هي بتعمل اوستيوبروز وبتزود الفراجيليتي فراكشر ريسك، لكن ستيل بتقلل البروجريشن اوف ماسل ديفورمتي، وبالتالي اسف ماسل ويكنس وماسل ديجنريشن، وبالتالي بيبقى الريسك اقل شويه من العيانين اللي ما بياخدوش ستيرويدز فور دوشان. او لو العيان ده نون امبيلاتوري، عشان كده بنلاقي ان العيانين اللي هم في الامبيلاتوري ستيج اللي هي الفيرست ستيج احتمالات الايه سكوليوز وان كانت موجوده لكنها مش عاليه زي الايرلي امبيلاتوري ستيج والليت امبيلاتوري ستيج. طب ايه الايفكتس؟ السيتنج بالانس طبعا لو هو بيتحرك، احنا قلنا ان هو هتبقى رير او ليس كومن في الايرلي امبيلاتوري ستيج، فغالبا مش هيبقى بيمشي انليس ان هو عنده لين بلانس ديسكريبنسي وبيتحرك، فبتبقى مشكلتنا في السيتنج بالانس مش عارف يقعد كويس في الويل شير، ودي ممكن تعمل لنا مشاكل بعد كده، ممكن تعمل لنا بين، ممكن تعمل لنا بريشر سورز على الريب كيج على ناحيه اكتر من الثانيه، لان هو هيبقى ساند على الريب كيج اللي هي الناحيه البروميننت، او ان يبقى في مشكله في التشيست ويل تشيست وول ديفورمتي، ودي تافكت الايه الريسبيريشن وتعمل لي تزود بعد كده الاحتمالات الايه النيمونيا والحاجات ده. طبعا العيانين دوشان بالنسبه لنا كاورثوبيك سيرجنز او بالنسبه لاي حد بيشوف عيانين دوشان سواء اذا كان نيورولوجيست بيدياتريشن بيجي له ساعات العيان ده في ايه اكيوت ايمرجنسي كيس، مخبوط واقع تمام، عنده انفكشن تشيست انفكشن نيمونيا او وات ايفر خلاص. فاهم حاجه لو في بينز او في ديفورمتي اشوف يعني احاول اعرف الديفورمتي دي حاجه لونج ستاندنج موجوده من قبل كده، ولا دي حاجه جدت بقى لها يومين ثلاثه من ساعه الوقت، في عليها إديمة فيها سويلنج في كريبتس الحاجات دي كلها تمام. المفروض ان انا بيبقى في زي في بريكوشنز بالذات بالنسبه للاناسيزيا والسيرجي والبلوس لو هيبقى في اي اوبرتيف انترفنشن بارتيكولر بالنسبه للعيانين الدوشان. الفات امبوليزم اتس ا كومن يعني نوت كومن بات ا نون كومبليكيشن افتر لونج بون فراكشر تيبيا فيمر تمام، ان هو يحصل ايه تريكلينج للفات بون مارو
في السيركيليشن، يعمل لي ريسبيراتوري ستريس سيندروم ويعمل لي منتال كونفيوجن ومشكله في الريسبيريشن. فاي عيان جاي لي بتروما سواء فراكتشرد او لا، المفروض ان انا اي لو لقيت في اي منتال ستيت تشينج او في اي مشكله في الريسبيريشن اكونسيدر موضوع الفات امبوليزم وافهم اهله سواء هيعمل اوبراتيف انترفنشن دي هتبقى تبع الجراح، او لو هيبقى فولود اب ان في ريسك مع التروما ان يحصل فات امبوليزم وكومبليكيشنز، ممكن يكون جايب تشست كونديشن وفي تروما هيستوري، ابقى عامل حسابي وفهمهم ده في احتماليه ان يحصل كومبليكيشن، فدايما يبقى في السكوب ده واضح. وطبعا early consultation of an orthopedic surgeon لو في شك في اي musculoskeletal او skeletal injuries. الحقيقه الكلام عن osteoporosis في الدوشان كتير قوي، تمام، غير ان هي الديزيز باي اتسلف العيان هيبقى في عنده element of osteoporosis. هتبقى المهم عندنا دلوقتي ان احنا امتى نسسبكت وامتى نسسبكت those at a higher risk of a fracture، وامتى ناخد medications كتريتمنت للosteoporosis. تمام، طبعا الموست كومن فراكشرز هي ايه؟ الديستال فيمر، التيبيا والفيبيا، وبتحصل في نسبه كبيره قوي من الايه الدوشان بويز. طبعا كل كلمه هيبقى عن البويز عشان هو احنا عارفين ان ايه ان الفيميلز هيبقوا كارير. تمام، والحقيقه انا لما بنتكلم على الفيميل كاريرز بيجي في دماغنا كتير قوي، طب ما هو ممكن الفيميلز الاندايجنوزد اللي احنا بنشخصهم كانهم ايديوباثيك سكوليوزز ممكن يكون عندهم اليمنت اوف ماسكولار ديستروفي، سواء اذا كانت دوشان كانها كارير دوشان او بيكر او واتيفر. تمام، ممكن يبقى ده سبب من الحاجات دي، بس طبعا احنا لسه مش توتالي اورينتد الموضوع دهوت، ولسه ما فيش كالتشر واسعه في القصه دي. 30% من اللي عندهم اوستيوبروزز او من دوشان بيشنتس بيديفلوب سيمتوماتيك فيرتيبر فراكشرز. الليمب فراكشرز الاكستريميتي فراكشرز غالبا هتبقى دايجنوزد، لكن الاوستيوبروتيك فراكشرز او سوري اسف الفيرتيبر فراكشرز كتير قوي هتبقى مزد مننا. ليه؟ بتحصل جراديوال ساعات without any pain up to ان بيحصل complete collapse للvertebral body one or two or a group of bodies adjacent to one another من غير ما يبقى الفيشن ده عنده اي pain، ونفاجأ بس ان هو بدأ يجيله أتب او كيفوسز، ويجوا الاهل ايه بيسألوا فنعمل اكس راي نلاقي المنظر وهنشوف صورة بعد كده هوت، ولكن التشايلد عمره ما اشتكى من pain. الvertebral fractures زي ما نقول more frequently بتبقى asymptomatic. تمام، وعشان بالذات لو عيان بياخد ستيرويد تريتمنت المفروض ان انا اعمل ايه روتين lateral x-ray. lateral x-ray بالذات هي اللي هتبين لي ايه لو في اي vertebral wedging او vertebral fracture. لو اتثبت من غير ما تتعالج في الاخر لما يوصل لمرحله عاليه من الكولابس اللي هو خلاص فات الوقت ان انا اعمل لها اي مانجمنت، هيبقى ايه هتعمل لي مشكله كبين وستيفنس في الباك و كرونيك بين ما اعرفش اتعامل معاه بعد كده. كان في كلام عن بعض الاستاذ قالت ان بعض انواع الستيرويدز ممكن يبقى ليها او بعض الدوزز بيبقى ليها افكت اقل على البون كواليتي. تمام، وده كان اتعمل على بعض البيشنتس اللي بياخدوا ستيرويدز فور رينال ترانسبلانتيشن واللي عندهم كرونيك جوفينايل ارثرايتس. بعض الصادز الثانيه قالت لا ده الموضوع موضوع بس، حتى لو كان الموضوع كده هوت احنا البيشنتس دول حتى لو خدوا التردوشان حتى لو خدوا الايه الميديكيشنز دهيت اللي هو الديفلازاكورت بياخدوا جرعات عاليه قوي مش كومبيرد للرينال ترانسبلانت والكرونيك ارثرايتس بيشنتس، فكده كده هيحصل لهم اوستيوبروزز من الستيرويدز. ففي كونتروفيرسي عن الكلام ده ما وصلوش لسه لنقطه يتفقوا عليها. وان كان قالوا ان الريجيمنز اللي بتستخدم في الدوشان اسف اندر جوينج ستاديز دلوقتي عشان يحددوا البيست دوزنج ريجيمنز عشان يعرفوا الايفكت على الادلت هايت او الفاينل هايت اوف ذا فيرتيبرال بودي والهايت اوف ذا patient himself والبادي كومبوزيشن كربون دنسيتي او كربون سترينث واحتماليه حدوث الفراكشرز. نعرف كلنا حاجه اسمها ديكسا سكان مش كده؟ اللي هو ايه؟ دول انرجي اكس راي ابزوربشمتري. المفروض في الادلتس ان احنا بيبقى النورمال سكورز بتاعتنا التي سكور، التي سكور ده بيقارني بواحد اوف ذا سيم جندر ايه ايجد 30 الى 40 سنه اوكي هيلثي وما عندوش اي مشاكل. طب لو شخص عنده 60 سنه التي سكور بتاعه برضه بيقارنه بشخص عنده ايه
30 سنه اوف ذا سيم جندر وهيلث. الزد سكور بيقارن الشخص، بيقارن البوندنس بتاع الشخص لشخص في نفس الايدج بتاعه تمام وهيلثي نوت كومبلينينج اوف اني ديزيز او دايجنوز ويز اني ديزيز. المفروض ان احنا نورمالي بيبقى الادلتس لغايه من اول ماينس 1 لبلس 1 ده نورمال، اقل من ماينس 1 اسف 1.5، اقل من ماينس 1.5 يبقى اوستيوبينيك، اقل من ماينس 2.5 يبقى اوستيوبروتيك. الفاليوز اللي كانت محطوطه للتشيلدرن طبعا بيبقى السوفت وير مختلف شويه والست فاليوز بتبقى مختلفه، كان بيبقى ايه ماينس 1 وماينس 2. الستاديز على الدوشان قالت ان مش عشان التشايلد الدكسا سكور بتاعه اللي بيعنوها بقى بالايه بالزد سكور في الاطفال اللي هو بيقارنه باذر هيلثي تشايلد، مش عشان هو ماينس 1.5 يعني اقل من 2 سوري يعني ستيل اكبر من ماينس 2 يبقى هو كده نقطه ريسك وما عندوش اوستيوبينيا. لا ستيل قال لك ان اكتر حاجه بريدكتيف هي البينج ان هو نون امبيلاتوري، بينج ان هو ما بياخدش ما بياخدش ستيرويدز، بينج ان هو عنده other fracture يعني long bone fracture او previous vertebral fracture whether symptomatic يعني كان بيشتكي منها او diagnosed ايه incidentally بالاكس راي، يعني بنعمل له احنا بنعمل له روتين فولو اب بنعمل lateral x-ray ولقينا ان هو عنده slight wedging في one vertebra يبقى ده at a high risk of bone fragility fracture. مش هنعتمد على الدكسا سكان مش زي الايه الادلتس. اوكي هنا ده الجوريزم المعمول عشان يعني كفولو اب ازاي هاو تو مانج ا بيشنت ويز اوستيوبروز عيان عنده دوشان وازاي نعمل مانجمنت وازاي نشخص العيان ده وامتى نعمل له اكس راي فريكوينتلي وامتى نعمل اكس راي كل 6 شهور كل سنه وهكذا. مش هو ممكن شويه بس طبعا في ستيبس المفروض دايما بتبقى فولود، في حاجات ميتابوليك الاول بتبقى فولفيلد لازم ونكوركت اي ميتابوليك ديس اوردر تمام. بعد كده هوت ممكن نستخدم بعض الحاجات زي البريسز والحاجات دهيت، وفي بعض الاحيان بنلجا للسيرجري لو حصل معايا سيفير بروجريسنج كايفوتيك ديفورمتي يعني عين بقى مقتب قوي تمام او فيها سيفير بين. ده الدكسا سكان ده مثال طبعا المفروض اي بيشنت تعمل له ده يبقى ايه قريب او اراوند الايه الميد لاين، وده اللور لاين هو بيبقى في الاطفال ماينس 2 ستاندرد ديفيشن او ماينس 2.5 في الادلتس وده اللي هو بلس ايه 2. بالنسبه للتريتمنت اوف اوستيوبروز امتى نعالج الاوستيوبروز كبيشنت؟ احنا عرفنا ان هو ات هاي ريسك او ات ريسك وعنده اليمنت اوف اوستيوبروزس تمام. وجدوا ان وجود مش جاست ان العيان يكون حصل له سيمتوماتيك فراكشر، وجود اي اسيمتوماتيك فراكشر ايفن لو مايند العيان ده اتس بيتر ان هو ايه ياخد تريتمنت اوف اوستيوبروز او بروفيلاكسيس اجينست الايه الفراكشرز. والبيست ادفايزد هم الانترافينس بيسفوسفونيتس، والحقيقه ان هم وجدوا الريزلتس دي بيزد على ستاديز اتعملت على عيانين اوستيوجينيسيس امبرفكتا مش على الدوشان، لان عدد الدوشان او اعداد الدوشان اللي خدت التريتمنتس دهيت ما كانتش كافيه. فهم بيعتمدوا ان اي عيان عنده ريسك اوف اوستيوبروز او عنده بريفيس فيرتبرال فراكشر حتى لو مش سيمتوماتيك باينه في الاكس راي بس او اي بريفيس ليم فراكشر ده يعتبر ات هاي ريسك، والمفروض ان هو ياخد انترافينس بيسفوسفونيس مش اورال بيسفوسفونيس، لان هم وجدوا ان الاورال بيسفوسفونيس برضه في عيانين الاوستيوجينيسيس ما بيعملوش ذات مارفلس افكت على البروتكشن اجينست الايه الفراكشرز. تمام طب البيسفوسفونيس دي بتعمل ايه؟ البيسفوسفونيس مينلي بتشتغل على الاوستيوكلاس. احنا عارفين في البون في كام تايب اوف سيل؟ 3 تايبس مش كده؟ اوستيوبلاست اللي هي بتبني البون، الاوستيوكلاست اللي هي بتريزورب البون، والايه؟ الاوستيوسايت اللي هي بتريجوليت، هي بتحس الايه؟ البريشر والمسل بول والكلام ده، وهي بتدي اوردرز للاوستيوكلاست والاوستيوبلاست اكشولي في البدايه الاوستيوكلاست. فالبيسفوسفونيتس زي حاجه اسمها الزوليدرونيك اسيد، ده بيشتغل ان هو بيشتغل بيني باي انهبيشن اوف اوستيوكلاست، بيمنع الاوستيوكلاست ان هي تعمل بون ريزوربشن. ووجدوا ان الاورال بيسفوسفونيتس لما تتاخد لفترات طويله بتمنع الاوستيوكلاست اكتيفيتي اللي هي في الاخر بتعمل اكتيفيشن للاوستيوكلاست بعدها، يعني هو السايكل النورمال سايكل في اي بيشن اي بني ادم طبيعي ان الاوستيوكلاست بتعمل بون ريزوربشن تشيل العظم القديم تمام وتدي سيجنالز للاوستيوبلاست
تلاي داون نيو بون، والمفروض ان كل واحد فينا السكيلتون بتاعه بيبقى ريبليز تقريبا كل سنتين الى سنتين ونص ب ايه بالنيو بون عن طريق الاوستيوكلاست اوستيوبلاست سايكل. لو انا جيت وقفت الاوستيوكلاست اكتيفيتي ممكن يحصل لي حاجه اسمها ايه فروزن بون سيندروم، وده هيخلي الرينيوال بتاع البون هو البون مينرال دنسيتي كدنسيتي عاليه، لكن الاركيتكتشر بتاع البون نوت هيلثي نوت ريزيستنت تو فراكشر هافينج هاي فراجيليتي اند ريسك اوف فراكشر. فوجدوا ان الـ ان الاي في بيسوسونيس هي اللي بتدي افكت اسرع، لان السيرج بتاع السيرم ليفل هو ده اللي بينهبت الاوستيوكلاست، وفي نفس الوقت بيحصل بعدها رابيد ديكلاين فيحصل ريليس للاوستيوبلاست، فيحصل لها ايه تبدا تبني بون وتاد البون دنسيتي. طيب نتكلم بقى على يعني السيرجيكال انترفنشنز اللي متاحه عندنا، هتبقى مينلي فوكس على الانكل اند فوت ديفورمتيز وعلى اللونج بون فراكشرز وعلى السكوليوز وعلى حسب انهي ستيج اللي احنا فيها بالنسبه للعيانين. اهم حاجه في البدايه السيرجيكال كونسيدريشن، دي يمكن مش مهمه بالنسبه لنا كنيورولوجيست او كبيدياتريشنز او حتى كاورثوبيديك سيرجن، مهمه للانستيزيست تمام، عشان هو اللي هيبنج البيشنت لو هيعمل اي سيرجيكال انترفنشن. العيان دولت لو خدوا انهاليشن انستيزيا زي الساكسونايل كولين تمام بيحصل لهم هاي ريسك اوف رابدومايولايسيس، وممكن تبقى فيتال القصه دهيت، وطبعا المفروض يبقى العيان ده دايجنوزد وما يبقاش ايه يعني ما يبقاش ميس دايجنوزد عشان الدكتور بانستيزيا يبقى عامل حسابه في القصه دهيت. طبعا لازم قبل اي عيان اي قبل اي سيرجري نكونسلت الايه الكارديولوجيست والتشست فيزيشن سبيشالست عشان البوسيبل كومبليكيشنز مع العيانين دول تمام. الهايبوتنسيف انستيزيا وبالذات في حالات السباين سيرجري او لو في بليدنج بنحب احنا نقول التخدير ايه وطي لي الضغط، وطي لي الضغط ليه علشان البليدنج يبقى اقل اعرف اشتغل كويس ما احتاجش نقل دم كتير. الهايبوتنسيف انستيزيا للاسف بتعمل لي مشاكل ايه على الهارت تمام، فهو ده بيبقى ممنوع برضو في العيان اللي هو الالدرلي اللي عندهم مشاكل كاردياك او عيان عنده اي بوسيبيليتي اوف كارديوميوباثي زي عيانين الدوشان. السيل سيفر اللي هي ان احنا نعمل ايه طول ما احنا شغالين بنعمل ساكشن للبلاد، السيل سيفر دي بيبقى ايه بنبدا بيعمل فلتريشن للبلاد اللي هو سكت من الووند ويعمل له فلتريشن ويرجع تاني تبقى انفيوزد اي في انترا اوبرتيفلي والعيان نايم ديورنج الاوبريشن. الحاجات اللي بتستخدم علشان نقلل البليدنج تزود الهيموستيزس برضو بتساعد ان احنا نقلل البليدنج وذر انترا اوبرتيفلي او في الايرلي بوست اوبرتيف بيريد، والكومبريشن ستوكينجز تمام لو خايفين من ديب فينس ثرومبوز ما بنحبش ندي انتي كواجولانس عشان البليدنج تندنسي. بالنسبه للفوت اند انكل ديفورمتيز في الايه في الايرلي ستيج اللي هي الامبيولاتوري بيبقى غالبا في فيروس ديفورمتي او ايكوينس ديفورمتيز، دي بتعمل يعني ديسابيليتي للعيان وبتخلي العيان يا اما مش عارف يمشي او طريقه مشيه اوكورد وبيبقى مور برون للايه الفولز والفراكشرز. فبيبقى دورنا هنا هو ان احنا ريفير للفيزيكال ميديسن عشان يعملوا ريهابيليتيشن ستريتشنج وكاستنج او ابلكيشن اوف اورثوزز. بعض الاحيان بنحتاج ان احنا نعمل ريليس تمام او مانيبيوليشن اندر انستيزيا، يعني عندنا بياخد جنرال انستيزيا ونعمل مانيبيوليشن ونعمل كاستنج في الايه النيو بوزيشن ويفضل العيان ده مثلا 3 تو 4 ويكس، وبعدين نعمل تاني another setting نعمل manipulation نزود الرينج شويه بتاع الجوينت لغايه لما تقرب ايه سيريال كده تقرب من النورمال باترن عشان يبقى عنده بلانتي جريد فوت، وبرده بيحصل ايه اسمها سيريال كاستنج افتر manipulation. في الايرلي نون امبيولاتوري ستيج العيان بيبدا يعني بيبدا ايه يبدا يقعد على كرسي او ما بيبقاش فيه حركه، اللور ليمز ضافت خلاص مش قادر يقوم. بنحاول برده نفس القصه نشتغل على الايكوينس والبارس اللي في الديفورمتي ونستخدم ايه شوير او اورثوزز تمام، وزر العيان ده هو اتعمل سيرجري او لا عشان نحسن قعدته في الـ في الـ في الويل تشير، وعشان برضو نقلل احتمالات البريشر سورس، لان العيان لو عنده رجله معوجه في الـ في الويل تشير ممكن البارز او الميتلز بتاعت الويل تشير تعمل له بريشر سورس وتعمل لنا تدخلنا في كومبليكيشنز ثانيه. في حالات الايه الليت نون امبيولاتوري بيبقى غالبا السيرجري از نوت ريكومندد، لان العيان مش هيستفيد منها حاجه، العيان غالبا حتى ما بيبقاش قادر يقعد في ويل تشير، بيبقى مين كونسيرن بتاعنا ان احنا نعمل اورثوزز او ايه ستريتشنج للمسلز. الناس طبعا ان يكون في مثلا بينفول كونديشن هي دي اللي ممكن لو ما فيش حل غير السيرجري نلجا للسيرجري فيها. ده بالنسبه للفوت اند انكل، دي مثال ده مثال للديفورمز اللي بتبقى عنده. اكواينس يعني ايه؟ يعني في بلانتر فليكشن، يعني رجليه في بلانتر فليكشن في فليكشن تمام، يعني كانه بي واقف شاب، ده اسمه ايكوينس ديفورم. فارس يعني ايه؟ يعني الرجل لفه بدل ما هي كده لفه لجوه، الرجلتين تو سولز بيبصوا لبعض
تمام. دي ده الكومن في العيانين دولت، ان هو يبقى عنده كيفاس اللي هو هاي ارشت، يبقى في هاي ارش هنا في الايه الارش يبقى عالي، او فيروس او ايكوينس او كومبايند مع بعض. ودي صوره الايه الارثوذس سواء اذا كان يتعمل بعد فيزيكال ثيرابي سيشنز او افتر سيرجري، وتبقى ابلايد عشان تمنتين البوزيشن. نبص كده على الاوستيوبروزس، شايفين هنا الاكس راي ده نورمال هايت، نورمال باترن اوف ذا فيرتبرا. بدا يحصل جراديوال ويدجنج، يعني من قدام الهايت بقى اقل وستيل فوق. بعد شويه مش عارف ليه الصوره مش باينه هنا، بعد شويه بدا يحصل ايه مور ويدجنج، تمام مور ويدجنج. ده بروجريسيفلي في عيان قاعد، طبعا عيان لما بيقعد بتبقى فيه الاستريسز اعلى على الانتيريور بارت، فده بيساعد كمان حتى لو عظمه قوي بيساعد ان يحصل جراديوال ويدجنج للفيرتبرا. بعد 6 شهور او بعد سنه الاقي ان العيان ده بدا مقتب، بعد شويه كمان يبتدي يبقى عنده ايه بين. فده مهم جدا ان انا اكونسيدر الحاجات دهيت، وان انا اشخص الاوستيوبروزس بدري وابدا اديله علاج، تمام. ولو في امكانيه للفيزيكال ميديسن ان هو يشتغل معايا عشان نحسن الاكستنسور ماسلز يبقى ده برده كويس، او ان انا استخدم اورثوزز عشان امنتين الايه الاسترتشد او الايه يعني النون كايفوتيك باك او سباين. الفراكتشرز تمام، زي ما قلنا كده هوت في الامبيلاتوري ستيج المفروض ان انا ببقى اجريسيف شويه، يعني ايه اي كسر محتاج يتعمل له فيكسيشن بعمله فيكسيشن، سواء بقى اذا كان انترنال فيكسيشن عن طريق بليتس اند سكروز او انتراميدالري نيلز، او اكسترنال فيكسيشن عن طريق حاجه اسمها اكسترنال فيكسيتور. بالمناسبه اكسترنال فيكسيشن مش يعني كاست او سبلنت، اكسترنال فيكسيشن يعني بحط ميتاليك بارتس امبلانتس حديد او معدن او ستيل ستيل بمعنى اصح، بس بيبقى بريدجد اكسترنالي بميتاليك بار لو مش هينفع احط انترنالي بليتس. او ايموبيلايزيشن لو هو كسر ان بليس مفيش فيه ديسبيسمنت، تمام، ممكن وهو يعني البيشنت ده اكسبكت ان هو هيل رابيدلي ممكن اعمل اكسترنال بريسنج او كاستنج. ودايما ايه انبه البيشنت او اهل البيشنت ليه امكانيه الفات امبوليزما وبحطها في دماغي عشان لو بدا يحصل اي منتال ستيت تشينج او ريسبيراتوري امبارسمنت او بروبلمز ابقى عارف ان ده احتمال يبقى من الفات امبوليزما. ده مثال مثلا. طبعا بعض العيانين او في الـ او في الـ في الدرجات الخفيفه او في other types of dystrophies او لو هي مثلا فيميل كارير ممكن الفراكشر يتشخص في ليت ستيج. يعني ايه في ليت ستيج؟ يعني يتشخص وهو هيلينج، يجي البيشنت سواء هو بيشتكي او اهله بيشتكوا بقاله مثلا شهرين ثلاثه بيوجع موجوع وبيزك على رجله، نعمل اكس راي نلاقي الهيلينج كلاس بتاع مثلا فراكشرد فيبيلا مثلا، تمام، بيبقى مثلا ماينور تروما او تريفيال تروما او بعد مجهود زياده هو مش قده بدا يعمله خلاص، او وقعه خفيفه نلاقي ايه الانجري باست ان نوتس وتشخص ليتر اون ريتروسبكتيفلي على ان هي ايه هيلينج فراكشر. اوكي. وبرده ساعات من الحاجات اللي بتساعد الام ار اي بيبين ان فيه إديمة وكالس فورميشن. ده مثال تاني لعيان مكسور، تمام، ويتعمل له انترا ميدالري نيلينج. وكل ما كان العظم اوستيوبروتيك كل ما اعتمدنا بعدنا عن البليتس اند سكروز وحطينا حاجات انترا ميدالري عشان تبقى البروشيس بتاعها اقوى شويه. انترا ميدالري يعني ايه؟ جوه المظله بتاعه البول، غالبا ده بيخش من الني او فوق من التروكانتر في الفيمر. في الايرلي نان امبيولاتوري ستيج برضه العيان حتى ولو كان ما بيتحركش بس اتليست قاعد على ويل شير، لو ابر ليمز بتاعته شغاله كويس وبيقدر يحرك نفسه، فانا عايز الليفييت البين، تمام، وامنع الديفورمتي عشان لو هيحصل فيزيكال ريهابيليتيشن او فيزيكال ميديسن بالنسبه له ما يبقاش فيه بروبلم، ما يبقاش فيه بين، ما يبقاش فيه ديسابيليتي وبوردن على البيشنت او الاهل. فبرضه بنستخدم الانترا اللي هي ايه انترا ميدالري ديفايسز او فيكسيشن ديفايسز او البليتس اند سكروز او الاكسترنال فيكسيتور اللي هو مثبت خارجي. طبعا برضه لو كان الكسر بتاع البيشنت حاجه نون ديسبليسد او مينيمال او فيشر بنعتمد على اللي هي الحاجات الكونزرفاتيف زي السبلنتنج او الكاستنج. في الليت نان امبيولاتوري ستيجز بالنسبه للاكيوت فراكشر تريتمنت بيبقى الرول بتاعها مش اجريسيف او مش مهم قوي زي الامبيولاتوري فيز والايه الايرلي نان امبيولاتوري فيز. بتبقى الاهم حاجه عندي بتبقى هي ايه البين كنترول، وده غالبا السيرجري بتبقى ليها دور قليل فيه. والموست كومن زي ديستال فيمورال فراكشرز، تمام، بنتعمل لها كاستنج وسبلنتنج، مش بنحتاج فيها فيكسيشن حتى لو كان فيها ديسبيسمنت، لان انا هنا مش همي او مش اهتمامي بان العيان ده يرجع نورمال او هايلي فانكشنال، لان هو اكشولي هي واز نوت فانكشنال.
تمام. البروكسيمال فيمر هي لان هي كسر بيعمل لي مشكله في النيرسينج، يعني صعب ان هو يتجبس تمام، فده اللي بنعمل له ايه انترنال فيكسيشن عشان العيان يقدر تعمل له نيرسينج او يعرف يتقلب في السرير بعد ما الكسر ده يلحم، او بعد يعني ده بيسرع شويه الهيلينج وبيخلي في الايرلي بوست اوبرتيف بيريد العيان ممكن يتعمل له نيرسينج او يتعمل له تيرنينج ان بيد ويزاوت ماتش بين. طبعا موضوع الفات امبوليزم مهم برضو ان احنا نبقى ناكد عليه على اهل البيشنت. بالنسبه للسكوليوز ده السكوليوز كيرف تمام، بعض العيان عندهم سكوليوز كيرف بس والبلفيك مش اوبليك، بعضهم بيبقى عنده البلفيك اوبليك. اوكي هنا للاسف الصوره بس مش باينه اذا كان في روتيشن ولا لا في الفرتبري. التشست وول دهوت او التشست ده بيبقى في ديفورمتي، الاكسبانشن بتاعته بتبقى اقل من النورمال، بيعمل لي مشاكل في الريسبيريشن وبيعمل مشاكل في زياده احتمالات الايه التشست انفكشن. في حاجه سهله جدا بالنسبه لنا سواء بقى عيان دوشان او عيان طفل عادي عايزين نعمل له سكريننج او اهله بيشتكوا، في حاجه اسمها ادم فورورد بيندنج تيست. العيان ده لو عنده حاجه بوستشرال يعني بسبب ليم لينس ديسكريبنسي او بسبب ان عضلاته ضعيفه بس يعني كنورمال بيند، او بسبب قاعد على الكمبيوتر او قاعد على الموبايل او وات ايفر او عضلات ضعيفه، بنقول له ايه وطي لقدام. لو هو فانكشنال او بوستشرال او كومبنساتوري هنلاقي ظهره سيمتريكال اولموست او في فيري مايلد بلج. لو لقينا ان هو بيحصل بقى بلج زي كده على ناحيه اكتر من الثانيه لما يوطي او لما يعمل فورورد بيندنج 90 ديجريز كده اهو، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ستراكشرال كيرف، يعني في مشكله بقى، يعني هنا في فعلا في سكوليوزز والسكوليوز دهوت اسمه ايه؟ ستراكشرال ديفورمتي اللي هي بقى فيها الثري اليمنتس اللي هي اللاترال ديفيشن والروتيشن، وبيبقى في اليمنت بقى يا اما هايبوكايفوزز يعني ظهره مفروض بزياده، السباين مفروض بزياده، او هايبر كايفوز يعني ظهره مقتب بزياده. ده كسكريننج تيست سريع ممكن نعمله لاي طفل تمام، سواء اذا كان دوشان او 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 او, أو يعني هيلثي تشايلد جاي في فولو اب. المهم بقى في الايرلي، طبعا احنا قلنا الاحتمالات السكوليوز في الايرلي ستيج الامبيولاتور ستيج قليله، لكن هي بتبدا تزيد مع النون امبيوليشن تمام. بيبقى في مشاكل بتواجه بعض الفيزيشنز ان هو لو التشايلد هوت اوبيز اوفر ويت تمام، او لو هو نفسه مش ويل اكسبيرينسد في متابعه موضوع السكوليوز ده صعب ان هو يكتشفها، فيبقى ايه ساعتها يعمل ايه انترو بوستيرير اكس راي. لو هو العادي ان احنا عشان ايفالويت اي عيان سكوليوزز بنصوره وهو واقف اوكي، لان ممكن كتير قوي من في المايلد ديجريز العيان ده هوت او حتى في السيفير ديجريز العيان ده لما يلاي داون هتلاقي مايلدر او زيرو سكوليوزز نورمال وياما كانت موجوده في عيانين تمام. طب العيان ده ما بيقفش اساسا يبقى ايه سيتنج انترو بوستيرير اكس راي، يبقى لازم يبقى ايه العيان ده قاعد ما صوروش وهو نايم، لان ممكن اصوره وهو نايم يطلع كومبليتلي نورمال سباين تمام، فلازم يتصور ايه وهو قاعد. وانس ان انا شخصته وذر بالكلينيكال اكزامينيشن او بالايه بالانترو بوستيرير راديوجراف، هعمل بعد كده اهوت فولو اب. نفس الفولو اب ده لو هو كان سكيلتال ايماتيور كل 6 شهور، لان في احتماليه للبروجريشن ان الكيرف ده يزيد. لو هو سكيلتالي ماتيور هعملها كل سنه لان اللايكلي هود بتاعت البروجريشن هتبقى اقل تمام. لو انا شخصت درجه 20 ايزر ان انا هشخصها او هبعتها لحد اورثوبيديك يشخصها 20 ديجريز اور مور، ده غالبا هيحتاج ان هو ايه يبقى ريفيرد فور سيرجري. في other types of scoliosis بنشتغل بالذات الايديوباثيك اللي هو الموست كومن من اول 20 25 بنبدا نعمل بريسنج لغايه درجه 45 to 55. هنا نو رول فور بريسنج، البريسنج ملهوش رول في الدوشان او المسل ديستروفي عشان يمنتين او يكوركت سباينال ديفورمتي او يمنع البروجريشن بتاع السباينال ديفورمتي. زي ما قلنا ايه نوت ريكومندد وان افكتيف وبيبقى معاه كومبليكيشنز، لان الطفل ده قاعد طول الوقت يا اما في السرير ساند على ظهره، فمش طالبه كمان ان انا ببريس ايه اكتفه وابدا اعمل له بريشر سورينج وحاجه زي كده تمام. العيانين اللي بياخدوا ستيرويد زي ما قلنا بيبقى عندهم مايلدر كيرف، بيحصل معاهم برضه ساعات بس بتبقى مايلدر كيرفز. ليه؟ لان هو هنا البروجريشن اوف ماسل ديستروفي بيقل، وبالتالي ده فاكتور مهم جدا في ديفلوبمنت اوف سكوليوزز، وبالتالي بيبقى الايه البروجريشن اقل تمام. دي امثله احنا غالبا بنعمل ايه لما يبقى العيان ده خلاص وصل 20 ديجري او 30 ديجريز، هو غالبا دلوقتي نون امبيولاتوري عايزينه بقى يقعد في الويل تشير يعرف يحرك نفسه لو يقدر بايديه تمام، ما يحصلوش بريشر سورس. بنعمل حاجه اسمها بوستيرو سباينال فيوجن. الفيوجن دي بتبقى عباره عن ايه؟ ان انا بستخدم سكروز او وات ايفر ميثود بقى تمام، ونكوركت بيها الديفورمتي ونعمل فيوجن للسباين
تمام فيوجن عشان الفقرات كلها تلحم في بعض وتبقى على الوضع ده. في بعض الاحيان في السن الصغير قوي بنعمل حاجه اسمها جروينج رودز. جروينج رودز دي يعني ايه؟ يعني كل شويه بنطولها. ليه؟ عشان لو عملنا فيوجن مثلا في سن مثلا 8 او 10 سنين غالبا العيان هيبقى الترنك بتاعه فيري شورت، تمام؟ فبنعمل حاجه اسمها جروينج رودز، وفيها تكنيكس مختلفه لتطويل الرودز دي، واذا بقى بسيرجري سيريال سيرجري او عن طريق اكسترنال ديفايسز هي اللي بتقي حاجات الكترونيك او بالماجنتس بتشتغل، تمام؟ وهنا مثال مثلا احنا واصلين لغايه البلفس. ليه؟ العيان ده كان عنده بلفيك اوبليك تي اكتر من 15 ديجريز، فبنضطر ان احنا ننزله البلفس، نوصل الفيكسيشن بتاعنا والفيوجن لغايه البلفس. لو انا عملت له سباينال كوركشن بس هنا هيجي بعد شويه ايه ظهره ستريت لكن محذوف محذوف على الاخر على جنب، لان البلفس بتاعه مش راسي، يعني ما ظبطش الاكسس بتاع السباين على البلفس. دي امثله برضو. ده برضو في الحاجات اللي ايه التشيلدرن هو بيبقوا لسه جروينج، تمام؟ بنركب سكروز فروم وان سايد وبيبقى بينهم ايه زي الاستيك ماتيريال او روب ماتيريال من مواد مخصوصه بيالاو السباين ان هي تجرو. فبعد شويه الاقي ان المنطقه ده هي داز نوت جرو والناحيه دي بتكمل جروس، فيبتدي ايه يعدل شويه السكروز. الحقيقه ده الرول بتاعه اكتر في الايديوباثيك تايبس اوف سكوليوزز، الرول بتاعه في الدوشان اقل شويه، لان هنا زي ما قلنا السكوليوزز ده بيبقى غالبا بيبدا من سن 12 اللي هو النون امبيلاتوري ايج، تمام؟ او اونست، فغالبا بيبقى العيان ده قرب على سكيليتال ماتيوريتي وقرب ان هو ايه بقى ايه غالبا مش هيزيد كتير بعد كده، او اسف مش هيطول كتير بعد كده، فمش همنعه او مش هحرمه من جروس بوتنشال كتير لو عملت له فيوجن. وده مثال مثلا ايه كوركشن لونج كوركشن ومفيش بلفيك اوبليكتي، البلفس هنا اهوت نورمال او ايه بالانسد، فما بحتاجش ان انا انزل البلفس بقى بس عن الايه اللور فيرتبرا. دي طريقه اسمها كوبس بيزوت عشان ايه سكوليوز. اعتقد يمكن مش اغلبنا انترست في القصه دي، بس معلومه كده ممكن يكون اغلبنا سمعها، ان انا بشوف اكتر ذا موست تيلتد فيرتبرا فوق وذا موست تيلتد فيرتبرا تحت. دي اسمها السوبيريور اند فيرتبرا ودي اسمها الانفيريور اند فيرتبرا، وبعمل كده اهوت خط بارلل اند بليت وخط ثاني عمودي عليه واقيس الانجل اللي بينهم، تمام؟ واقيس ايه دي اسمها الكوب انجل. زي ما قلنا لازم نقيسها والعيان ده اهوت سيتنج خلاص، لان لو نايمته مفروض غالبا الانجل دي هتبقى زيرو او فيري مايلد. وزي ما قلنا لو وجدنا الانجل ده هي 20 تو 30 او اكتر، يبقى انا محتاج ان انا اريفير او اكونسلت اورثوبيديك سيرجن عشان يعمل كوركشن. في الليت امبيلاتوري ستيج نون امبيلاتوري ستيج، تمام؟ المفروض ان انا بعمل ايفالويشن للسباين ات افري فيزيت، تمام؟ طبعا لو هو كان ليت ده غالبا هيبقى سكيلتري ماتيور، الاحتماليه الاكبر ان هو هيبقى سكيلتري ماتيور، فغالبا هحتاج ان انا ايه كل سنه اعمل له انتروبوستيريور راديوجراف. ما بنحتاجش نعمل لاترال راديوجراف عشان ما نزودش الايه راديشن اكسبوجر، كفايه قوي الانترو بوستيريور، تمام؟ ولو لقيت ان في بروجريشن اكتر من الفاليوز اللي قلناها ايه كونسلت الاورثوبيديك سيرجن عشان يعمل فيوجن، تمام؟ طبعا وجدوا ان في كتير قوي من الاستادز ان الفيوجن اللي هو انك تارست البروجريشن اوف ذا ديفورمتي بيحسن الليت اوت كام بتاع الريسبيريشن، لان انت بتقلل الكيرف بروجريشن بالتالي بتقلل التشيست وول ديفورمتي، بتمنتين جزء حتى لو انت عملت فيوجن للسباين انت بتمنتين جزء من الايه الاكسبنسايل باور او بوتنشال بتاع التشيست، وبالتالي الكومبليكيشنز الريسبيراتوري كومبليكيشنز بتبقى ريلاتيفلي اقل. كده انا خلصت واعتقد يعني ايه كفايه علينا كده وكفايه عليك كده. شكرا جزيلا. شكرا تسليم. طبعا في اي حد من حضراتكم قاعه ولا سنه.